بلغ منتخب سوريا الأولمبي نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً والتي تستضيفها تايلاند العام المقبل، بالرغم من تعادله مع المنتخب الأردني بهدف لهدف ضمن مباراة الجولة الثالثة للمجموعات الخمسة. وبعد شوط أول سلبي نتيجة لم ينجح فيه أي فريق من الوصول لشباك الآخر، افتتح المنتخب الأردني باب التسجيل بحلول الدقيقة 78 بواسطة محمد بني عطية. وبعدها بخمس دقائق فقط عدل المنتخب السوري النتيجة بواسطة مهاجمي عبد الرحمن بركات، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي منح المنتخب الأردني بطاقة التأهل بعد أن تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب سوريا الثاني، والذي ضمن بدوره تأهله للنهائيات الآسيوية كأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.